of Makkhanpur, one of the most beautiful spiritual abodes over here. And you should come here once in your lifetime and see the beauty, the solace, the serenity of Zimlashram Beda Par! Beda Par! Yabafale Panjata! Yabafale! Yabafale Panjata! Yabafale Panjata! Yabafale Panjata! Yabafale Panjata! Yabafale Panjata! Yabafale Panjata! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متشددا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له اسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارهاكم التكاثر حتى زدتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها على اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قل والله هذا الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله هذا الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الله الرحمن الرحيم Thank you.
بیڑا پار